السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم قناة سلامات آش. إن شاء الله الجميع يكون بصحة جيدة ويومكم طيب إن شاء الله. اليوم عندنا برنامج سياحي إلى كوريا الجنوبية، وبالضبط إلى مدينة سيول العاصمة. على أساس في الفيديوهات السابقة كنا جهزنا أو أعطينا فكرة شاملة على هذه الدولة، كل ما يخص التأشيرة والملف التأشيرة والأماكن السياحية وأيضا أماكن العمل ومدينة التي يتوفر فيها العمل أكثر وفيها العرب أو الجالية العربية، بحيث المدينة اللي ذكرناها إيتاوون موجود فيها عرب كثير وفيها عرب ومسلمون كما ذكرنا. وبالنسبة للعمل أو المطاعم العربية للمسلمين يعني لأكل حلال. اثنين، الفيديو اللي قبل هذا كان فيه عناوين بعض الفنادق وشركة الطيران، شركة الطيران، و ذكرنا قلنا شركة الطيران الأرخص والمناسبة إلى آسيا وهي الإماراتية والقطرية والتركية. إن شاء الله يكون الجميع استفاد من المعلومات السابقة هذه. واليوم جهزت لكم برنامج سياحي باللغة الإنجليزية لأنه مطلوب ضروري في تقديم ملف التأشيرة، بحيث عندما تقدم ملفك للتأشيرة يطلب منك برنامج سياحي. ضفنا السياحة تاعنا اليوم درناها كلها في مدينة سيول، يعني كل يوم في مكان، في بعض الحديقات وفي بعض زيارة القصور والبرج اللي هو رمز سيول. هذه المعلومات إن شاء الله تكون تفيدكم، ما عليكم غير أنكم تنقلوا هذا البرنامج، تحتفظوا به في حالة أردتوا أن تسافروا، فاسحبوه في ورقة عادية خذوه معكم، وفي نفس الوقت ادخلوا على جوجل وشوفوا الأماكن هذه اللي ذكرتها حتى تكون عندكم فكرة عليها، لأن الاحتمال في السفارة أو في المطار يسألوك على الأماكن هذو، أنت تكون حافظ الأماكن لكن ما عندكش أي فكرة عليهم أو تاريخه مثلا. خذ ولو نبذة بسيطة، حاول إنك تحفظ، تستعد هذا اليوم حتى ما تكونش قدامك يعني مفاجآت، ما تصطدمش يعني بأي مفاجأة يسألك على مكان وأنت تكون ما عرفتوش. هذه حاجة بسيطة يعني، فقط كما ذكرت تدخل على جوجل كل مكان، شوف عقرا عليه مليح واعرف تاريخه ومكانه وماذا يعني للكوريين. ان شاء الله يكون فت الجميع يا رب العالمين، وما فيش مشكل ابعثوا لي في التعليقات على اي تفسير او اي توضيح حبيتوه او اي اضافات معليش. وان شاء الله ربي يوفق الجميع وبارك الله فيكم، ومتنسونش باللايك والسبسكرايب والشير، والله يوفق الجميع، والصلاة على نبينا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.